احنا تحت مبدأ ليس كل ما يقال صحيح. احنا اللي دا تشوفه هنا بالتعرير، واللي دا تشوفه بالسنك، واللي دا تشوفه بجسر الأحرار والشهداء، اللي صار قبل فترة، الهجمات اللي داولها الإعلام قبل فترة مو كلها صحيحة. تحت مبدأ ليس كل ما يقال صحيح، وتحت مبدأ أنه اللي داول بوسائل التواصل الاجتماعي مو كله صحيح ولا كله نقل مباشر عن الأحداث اللي تجري هنا. احنا بواقع الحدث متواجدين من يوم 25/10، وأيضا من المظاهرات اللي بدت من يوم 1/10. هذه المظاهرات كلها سلمية، هذه المظاهرات بإرادة الشعب. اللي يقول ان المظاهرات هذه مسيسة او تحت أمرة قائد، هذا مجرد ادعاءات فقط ما لها اي مبدأ من الصحة. احنا متواجدين هنا ليل نهار مع المتظاهرين، ثق بذات الله. عندنا كوادر ما نزلت للبيت 10 ايام متواصلة، ما نزل للبيت، ما شاف عائلته. فهذا الشخص من تخليه، انا اعتبره علم من اعلام التحرير، بينما انا اجي اشوف المندس اللي يحاول يخرب ويشوه سمعة المتظاهرين. هذا شخص افضل انه يسلم للشعب بدل ما هذا يتم محاكمته من قبل اشخاص نجهلهم احنا. اللي يسأل تشويه سمعة المتظاهرين والمواطنين اللي متواجدين هنا بشكل عام، لان انا اقول لك اياها، اللي متواجدين هنا لا سياسيين ولا احزاب، لان هذه كلها تضر بمصالح الاحزاب. انا ممكن احكي وممكن تسبب علي اشكالات، بس اقول لك اياها، الاحزاب ما شفت من عندهم شخص هنا متواجد من عدا الناس الطيبه اللي تحركت من ذاته. اكو ناس تقول انه انا ممكن احرك الحزب الفلاني اللي تابع له واسوي مثلا فد انتفاضه او فد حركة سلمية أو أقوم بفد كذا فعل لمصلحة المتظاهرين. هذه كلها أقوال مجرد كلام فارغ ما إلى أي صحة، بينما التظاهرات تظاهرات سلمية، واللي حركها ناس من قبل الشعب، واللي حركها ناس من الناس اللي شبعت، باختصار ومختصر شعبي، ناس شبعت ضيم، ناس تعبت. باختصار شديد ان هذه الناس اللي تشوفها قدامك كلها ناس هلكانه، كلها ناس تعبانه من قبل هذا النظام. من يوم 25 اقول لك شنو التظاهرات كانت؟ طلعوا الشباب عفويين، كنت من اجيب بناتي يحموهم، يقولون هذني خواتنا. يعني شو بدي اوصف لك اياهم؟ يعني ناس كانوا اصحاب التوك توك والعاطلين والمواليد، يعني مواليد الألفين، كانوا طالعين على حب الوطن. وصار اكثر من شهر احنا عايشين هاي الحاله، الى ان اتت الاحزاب ودخلت بين المتظاهرين مندسين. وراح احكي لك اليوم القصه اللي صارت بالوثبه. يمكن استاذ هذا مندس من الاحزاب دخلوا على المتظاهرين حتى يشوهون سمعه المتظاهرين، بس ان شاء الله الثوار، انا ما اسميهم متظاهرين، عدينا هاي المرحله، احنا ثوار واحنا سلميين وراح نبقى سلميين. وهذول كل المتظاهرين يعني ناس انت تشوف قدام عينك، يريدون يغيرون نظام، يريدون وطن، لان ما لاقين الوطن، خريجين وماكو تعيين، وطننا ضاع، وطننا انباق، وطننا انسلب. يجيبون البضاعه الاجنبيه، وهاي بضاعتنا اليوم بشهرين قضينا على الطائفيه ورجعنا الصناعه العراقيه، واني وطني ورجع وطني، واشجع كل صناعه وطنيه. استاذ احنا سلميين، وذولا مندسين اللي دخلوا بيناتنا تابعين للاحزاب،
الأحزاب العميلة. أول شيء إحنا من أول يوم من صارت المظاهرات من 1/10 لحد الآن إحنا سلميين، بس أكو كم شخص يأثر على سمعة المتظاهرين من ناحية التخريب والفساد، وهاي عن طريق منه؟ عن طريق الحكومة وعن طريق الأحزاب، حتى يشوهون سمعة المتظاهرين ويخربون الجو مال المتظاهرين ويخربون سمعتنا. وإحنا الثوار والمتظاهرين برئين من هاي أساليب العنف والفساد والتخريب، وهاي مو شيمتنا. إحنا العراقيين أهل الغيرة، إحنا أسود العراق، بس هاي كلها من وراء من؟ من وراء الأحزاب والحكومة جاي يدسون بيناتنا، ذولا من دسين والمخربين حتى يخربون المظاهرات، حتى يقولون ها شوف شنو ذولا متظاهرين هيجي يسوون. بس إحنا سلميين ونضل سلميين وطول العمر، وإن شاء الله منتصرين عليهم. طبعا هو بخصوص ما جرى اليوم من الفجر تحديدا وقتل مجموعة من المتظاهرين، وبالتالي وحسب ما طبعا سمعنا من الرواة من المنطقة والمتواجدين، يعني ما عندنا مصدر غير بهالموضوع هذا، انه الشرطة ألقت القبض على القاتل. الأسباب اللي دفعته لا زال يكتنفها الغموض، هل هو دافع النفسي، هل اضطراب، هل مقتل، هل مثلا مدفوع بقضايا مخدرات او شرب، هذا كله طبعا غامض لحد الان، ماكو شيء يعني 100% صحيح. الصحيح هو الحادث، اكو متظاهرين سقطوا شهداء واكو قاتل. هنا كيف تم القضيه؟ شلون صار قتله او تعليقه بالحبل او على العمود اللي ترفك لايت؟ طبعا احنا ندين الحاله من الطرفين، يعني القتل هو من الطرفين غير صحيح. أما إلصاق هذا الحادث بالتظاهر فهذا شيء عجيب غريب، لأن قد يكون اللي قتلوا من المنطقة، قد يكون غرباء، قد يكون قسم وهو بالظاهر هو متظاهر، لكن هذا ما يمثل ثقافة التظاهر السلمية اللي صار لها شهرين. تعرضنا لقتل، تعرضنا لاختناقات غازية، تعرضنا إلى غدر، لكن ما فد يوم هتفنا بالعنف. ما جرى هو حادث عرضي جانبي، حتى وقوع جغرافيا هو في طرف، تعرف عظمتك في منطقة الصدرية، والصدرية صعب انه يسيطر عليها، هي مو ساحة التحرير، فهناك وقعت الجريمة، والجريمة هي مركبة. القاتل مدان، واللي علقوه على الحبال اعتقد صحيح هي ضجة جماهيرية، هي عنف، يعني حالة اجتماعية تكون في كل التواجدات بتكون بها كتل بشرية تعرضون لإطلاق نار، بالتأكيد ومنطقيا تحدث هكذا. اما تقول انه التحرير او الابطال او الثوار يدينونها، بالتاكيد ندين اي عمل واي تمثيل واي جريمه او محاكمه خارج نطاق القضاء والقانون. بالتاكيد احنا خصومنا كثيرين، اعداء الثوره كثر، يحاولون من القشه يسووها بنايه وعماره، الهدف اضعاف وانهاء الثوره، لكن هيهات ثوره بهذا الحجم ممكن تتعرض الى مشاكل، تشوي سمعه جانبي، لكن تشوف اليوم الملايين، ويمكن هسه احنا عندنا حدث اقتصادي ايضا الثورة الاقتصادية لا تقل شيء على الثورة السياسية، وتشوف المنتج العراقي اليوم وصل. أما ما حدث في الوثبة فأعتقد هذا جانب بطرف من التظاهرات وليس في لب الثورة. هناك أعمال بالفيسبوك عملة شرسة حول المتظاهرين، أنه هناك متظاهرين غير سلميين. نحن ثبتنا سلميتنا من 1/10، يعني الانتفاضة سميها مو انتفاضة 25 اللي هي التحقت بينا العالم، لا، انتفاضة 1/10 هي انتفاضة القناص. احنا طلعنا بصدور، يعني بصدور عارية، واجهنا القناص، واجهنا الميليشيات الوقحة، دخانيات، يعني بكل أعمال العنف واجهناهم، وكنا 1/10 صامدين، واجهنا المظاهرة 25 يوم 25، طلعنا واجهونا بالقنابر وبالصوتيات وبالدخانيات، اعطينا شهداء، وهم كذلك بصدور عارية اثبتنا بسلميتنا، مهتزين النوب، سوى علينا عمليات قمع، شلون يعني حاولوا يضربونا ما مزحنا، صارت علينا عمليات
يعني اعتقال وعمليات ترويع عمليات تصفية ما خفنا. احنا كناشطين مدنيين بالساحة كل ما كان يزيدون منقمعنا وعمليات الاعتقال نزيد من ثباتنا، لان احنا شنو، احنا الثورة ما تنجح الا بسلميتها، واحنا مظاهرين سلميين. وزيدك يعني حتى وصلت مرحلة دزونا عبوات ناسفة بساحة الطيران وفي السنك وهم ما زحزحنا، وكل ما كان يوقع عندنا شهيد أو جريح نزيد من عزيمتنا تزداد قوتنا وثباتنا يكون أكثر وسلميتنا تزداد. إحنا اليوم أكثر بلد سلمي بالعالم. اليوم بطينا شهداء بالقناص، بالقنبرة، بالدخانية، بالعبوة، بالاغتيالات، بالتصفية. آخر ما تبقى اجوا علينا عملية قمع كاملة، وهي سيارات ميليشيات الأحزاب الفاسدة اجت علينا بعمليات تصفية، اجوا علينا يعني اجوا علينا بوضوح بساعة 8 بالليل وانسحبوا الصبح. تقدم منهم بصدور عاري، ابد ما زحزحنا. كل ما كان يوقع عندنا شهيد تزيد عزيمتنا وتزيد سلميتنا، احنا ثباتنا السلمية. وكان يستادون بالماء العكر، كانوا يعني يفكرون هناك نطلع من السلمية، ابد ما طلعنا. الضرب كان علينا احنا، يعني مستهدفيننا هاي اخر عملية لإيقاع بالثورة، وانه بسووا العملية عملية النجف، عملية الحنانة. فشلت عملية بغداد اللي كانت اكبر عملية يصورون ان جر الحراك والثورة الى حرب اهلي، لكن احنا ثبتنا بصمودنا وبسلميتنا وبصدورنا العارية، طينا شهداء. وكل ما قلت لك كل ما كان يطي شهيد نزيد اكثر. اليوم ثبتنا بسلميتنا، واي واحد يقول مو سلميين احنا سلميين الى النهاية، اي شيء ما طلع من عندنا. كان أي شخص في العالم أن يأتي إلى ساحة التحرير ومقترباتها، أن يأتي إلى شارع الرشيد ومقترباته، أن يأتي إلى ساحة الخلاني ومقترباتها، يأتي إلى شارع السعدون، يرى هذه الشموع التي توقد لأرواح الشهداء ورمز للوفاء لهم، يأتي ليرى هذه الفعاليات التي يقوم بها شباب، فعاليات فنية، فعاليات أدبية ثقافية متنوعة، تواقيع كتب، مسرحيات أدبية، مسرحيات ثقافية، هناك فرق موسيقية هادفة جادة، هناك فعاليات تنظيف تطوعية، حملات الآن بدأ أيضا ظاهرة أشجار الميلاد وتعليق صور الشهداء عليها أو هدايا رمزية للتعبير عن الوحدة الوطنية والشكر للمسيحي العراق أيضا الذين ساندوا، أغلبهم ساندوا هذه، بل كلهم الذين أعرفهم ساندوا هذه التظاهرات، ساندوا مطالبات الشعب العراقي بحياة كريمة بحقوقهم. بإمكان هذه الآن ظاهرة الحملة التي بدأت اليوم وستبدأ بشكل رسمي الجمعة غدا، حملة دعم المنتوج الوطني، حملات إنارة وصبغ الأعمدة الرخامية في شارع الرشيد، هذه كلها تدل على سلمية نوايا 99% من المتظاهرين. لا أريد أن أقول أنه لا يوجد 1% على الأقل ربما هنا أو هناك يسيء التصرف بقصد أو دون قصد أو كرد فعل لما يتعرض له بعض النشطاء من خطف أو بعض المتظاهرين من استهداف بقناص أو برصاص حي، كما تثبت ذلك الطبابة التي موجودة هنا والحالات التي تستقبلها، أو بالغاز الخانق. هذه كلها يعني مقابل ما يحصل هنا من احتفالات ومن مظاهر عفوية سلمية جميلة جدا، كلها تعكس الصورة الحضارية لهذه التظاهرات والسلمية الحقيقية. ووجود العوائل هنا إلى ساعات متأخرة من الليل برفقة أهلهم وبرفقة أطفالهم
ونسائهم وبناتهم، هذا هو خير دليل على الحالة السلمية لهذه التظاهرات. للأسف هناك بعض وسائل الإعلام تحاول أن تستغل أي حدث وأي قدر ربما أو خرق هنا أو هناك أو أي ظاهرة لتضفي عليها صبغة وحشية وتسويق بطريقة لتشوه سلمية هذه التظاهرات ولتشوه ما يجري هنا من تزيين وبالونات واحتفالات وفعاليات أخرى. أنا أتهم بصراحة المنظومة الحكومية الخفية، ربما الحكومة لا تعلن صراحة لكن لها أيضا جيوشها الإلكترونية ولها أيضا فضاءاتها الواسعة وفضائياتها الأوسع. احنا ناس مسالمين، مظاهرات من طالعين ناس مسالمين، لا عندنا ضرب، لا واحد يضرب الثاني، واحد يحب الثاني واخوة بيناتنا متحابين، بس ناس جاي تجيب ناس من دسين. هاي من دسين يذبوهم يضربون العالم يخربون صورة المتظاهرين. احنا لا عندنا ضرب. ناس مسالمين ومحبين جايين على مود اصلاح على ذول الباطلين الحرامية. كيف ياكل عباس كل واحد بجيبه 500 دينار. لا عمل لا شغل، هاي طالعين مسالمين ضد دول الفاسدة، بس دول جديد يسوون خربون صورتنا. الحكومة الفاسدة أول ما يخاف الله شو يسوي؟ كل شي يسوي يقتل ويذبح. والله ماكو غير المندسين هم يدزوهم علينا. يعني اليوم كيف لك العباس بس اليوم اللي لزموه هذا ها 7 انقتلوا 7 وبعدهم ها بالمستشفى حالتهم خطرة. خليهم قدامي ضوء عليهم دم كوما، ايش راح اكلمهم؟ ايش راح تبيه؟ اصلا ما راح ابدي، مو راح اكلمهم. ليش؟ لانه ما مرتبهم. اجي احط اضمن كلهم بالكنترول او اضمن المكان بعيد علي كلش واحط قدامي ماده واحده هي هاي اللي ادي بيها، خلي ادي بيها، خلي ما اكمل، المهم ابي اكمل ماده واحده جوايني اخليها هي هاي هدفي الوحيد. زين ايش بينا ادي بالاحياء لو ادي بالاحياء؟ الاحياء مثلا صعب تنقول الرياضيات كلش اكو مقوله قايلها ماركت وين ولو هي يعني شويه، يعني اذا تريد تبدي مثلا شغلات ابدي بالصعب بعدين ابدي بالسهل. ليش؟ لانه مثلا كم مثلا صارت بثمانية بالليل شويه بديت اتعب وانا عندي احياء ما راح اقدر اقرا احياء، فالاولى انه ابدي بالاحياء مثلا مثل 2 الظهر ومن الصبح 8 اقرا الرياضيات لو اقرا الفيزياء شغلات اللي ما تعب يعني ما تحتاج جهد. زين من ضمن طرق الدراسة أنه the best way to learn about something is to teach it. أفضل طريقة لتعلم شيء هي تعليمه. أنا ما عندي واحد عندي دفتر بيوتي أرانب لوات شغلات قاعدها لقبالي وصير روحي أنا مدرس لا أشرح لها وهو من يقوم ومن يشرح وأنا أخذ دورهم أن أعد أنه أنا الطالب والمدرس قدامي لا أشرح له، فهي أفضل طريقة لتعلم شيء هي تعليمه. الأول على العراق مع العام زين عابدين قال أتمنى توقفون مثل هاي الوقفة وهاني بشنا لكم توقفوا مثل هاي عشان ما تكون هذا الحقيقة. بسم الله الأخ والصديق سجاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جايين هنا من محافظة ميسان سلمية، احنا جينا هنا لا نشوه محافظة بغداد، دول اللي سووا هاي الاعمال مال علقة واحد وسوى واحد، هاي احزاب من دسة وحكومات هاي الساقطة من 2003 اللي هسه اللي انتهت يسوون هاي، يذبونها يركبونها براس المظاهرين. احنا سلميين وباقين سلميين، ننظف ونصبغ وكش نسوي، هاي ما عندنا احنا هاي سوالف. احنا ناس عندنا علم عراقي سلميين. زين شغله ثانيه، هسه الاعلام كله قب على المظاهر على الثوار، الثوار من كتله وجت البيكمات وكتلهم ما حد نقله، ما حد طلع هاي البيكمات اللي اجت التابعه للاحزاب وللميليشيات ما حد طلعها. يعني هذا هو اسانه اللي افتهمته من المظاهرين، قالوا رامي على الناس المظاهرين بكاتم، ايه كتل ثمانية، ممكن اهالي ذول الثمانية العشائر الثمانية ممكن ثاروا عليه، ليش يذبون على المظاهرين؟ انت من واحد يتعارك غير يعرف عشيرا متعاركة وياه، هو كاتل ثمان نفرات، الحكي سمعته من المظاهرين، ممكن عشائر ذول اجوا وهدوا وسووا هاي الشغلة، ليش يذبون على المظاهرين؟ احنا باقين سلميين ونبقى سلميين، احنا ما مسوين اي اذى، ما مسوين اي شيء، احنا باقين بالعلم العراقي وباقيتنا سلميه، شغلتنا هنا. اكررها واقول خلي يطلعون الشغلات مال بيكمات الكتله والناس، الاعلام اللي وقف وياهم من جانبهم مو يوقف ضدنا، احنا ناس مسالمين، نبقى سلميه سلميه. والله احنا بطريق هذا العلم ما عدنا غير بس سلميتنا، وسلميتنا اللي خلتنا نستمر. هاي هسه نفتر انا وياك الساحه كلها، نفتر النفق، نفتر اي مكان تريده، ماكو احد مو سلمي هنا، جاي عالم جاي تصبغ، جاي تنظف، جاي توزع اكل، الاهالي جاي تساعد، بس هاي اطراف من الاحزاب قاعد تسوي هاي السوالف كلها حتى يخربون المظاهرات. احنا راح نزيد وما راح نقل، يوميا نزيد وما نقل، وطالع ما اسكت عن حقي، واي ظالم ما اريد مبقي، وعلى الظالم ما ينسى صوتي، لو اعرف صياحي موتي، وين الماخذ مني رزقي، طالع ما اسكت عن حقي، كل قطره دم تنزل مني فدوى القاع ولا ما يهمني، يلا يا ابوي وخالي وعمي خل نتكاتف ويا الجيش بعز وهيبه خل نعيش، واي ظالم ما اريد مبقي، طالع ما اسكت عن حقي، ما عندي غير بس هذا الصوت وهذا العلم. سلمي 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 غصبا على راس اكبر واحد، وما حد يقدر يغير هاي المظاهرات السلميه. قنوات قاعد تجي تصور، العالم قاعد تجي، عوائل قاعد تجي، هذا عمونا وغيره، شياب اطفال نساء رجال كلها جايه هنا سلميه، ما عندنا بشر مو سلمي. بس تبقى هاي الامور امور الاحزاب، كل ظنهم يخربوها وما راح تخرب، لو يموتون ما راح تخرب، وكلكم ان شاء الله بحاويه الزباله، من اكبر سياسي لاصغر سياسي. طبعا يتهمون، اذا ما يتهموننا شلون يريدون لهم مخرج؟ مخرج هو المجرم الحرامي، اذا قالوا له احلف يقول جاني الفرج، وهم شنو يريدون بطريقه يطلعون منها، يتهموننا بان احنا مسلمين، يا هو لازم تسلاحه، يا هو لازم تغير شيء، ها كل شيء ما عندنا، اذا كلمه الحره هي يعتبرونها سلاح، هذا يهمهم، هم دا يختالون الناس كلها، فهذا ما يفيد بيهم ابد. كلها بابا هاي الساحه كلها سلميه، ماكو واحد شايل سلاح، فعليهم خلي يغيرون، عليهم يذهبون احسن، حتى لا يبقون يقتلون، وحتى يصير انتخابات بساحه التحرير. اريد من رحم الساحه عراقي جنسيه وحده تعبان مثلنا ويعرف ضيمنا، بس اذا انا اجيبه واحد من الخارج شبعان ومترفه شلون راح يعرف ضيم العراقي؟ ما راح يعرف ضيمه. فاحنا نريد من ساحه التحرير، نريد حكومه من الشباب، لان الشباب هم جيل المستقبل. وشكرا.
هم المتظاهرين من اول نوبه، من اول يوم متظاهرين سلميين وما عندهم اي عنف، لكن دخلوا مع الاسف دخلوا بين المتظاهرين مندسين يرجعون الى احزاب ويرجعون الى ميليشيات. ذول المندسين هسه بين المتظاهرين وهم دا يسوون اعمال الشغب والاعمال اللي ما تليق بالعراق يعني، وما تليق بالمواطن العراقي. واحنا نحمل المسؤوليه الحكومه الذي اعمال جاي خطف جاي يصير، اعمال خطف واعمال قتل عشوائي من الميليشيات والاحزاب، والحكومه اللي تقول اني احافظ على المواطن العراقي، هي ما جاي تحافظ على المواطن العراقي. الحكومه هي تعتبر حاليا شريكه ويا الميليشيات وشريكه ويا الاحزاب، كودن جاي يروح دم العراقي هدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمه والخلود لشهداء العراق جميعا. اول شيء الاعمال العنف اللي قاعد تحدث اليوم، الحدث هذا ما حدث بالوثبه، هذا احنا نذب على المندسين. مثل ما الحكومه تقول اكو مندسين بالقوات الامنيه واكو طرف ثالث، هذا المندس المظاهر السلمي ما يسوي هيك عمل. الاحزاب دخلت وتغلغلت بالمظاهرات، هسه قاعد تنشر على التواصل الاجتماعي صور، ها تلقى ويا مسؤولين ويا قاده كتل، زين هذا مندس او مو مندس؟ هذا اذا دفع، اذا واحد نفسه ضعيف ودفعوا له 50 100 الف دينار راح يحرف صفه المظاهرات لولا. فهاي الشغله على المندسين، هاي وحده. اثنين، اذا الحكومه عندها وعي وعندها استخبارات، مثل ما عرفت الطياره طارت من القاعده الاسد وضربت بيت السيد مقتدى الصدر، زين ما عرفت المندسين الضربوا كتلوا الابرياء بالخلاني، زين ما عرفت الجهه السياسيه دافعتهم؟ هذا العمل عمل حكومي، هاي وحده. اثنين، مثل ما حدث بسوريا النظام والاسد دفع ذول البلطجيه، بمصر دفع البلطجيه، هسه هنا هم عندنا ذول الشقاوات وعندنا ذول التعبانين دفعونهم بالشارع حتى يخربون صفه المظاهرات. المظاهرات وصلت الى مطالب مشروعه وشعب يطالب حقوقه، ونسال الله ورسوله ان يدفع البلاء عن الشعب العراقي وعن المتظاهرين السلميين الشرفاء. السلام عليكم. طبعا نشكر كل الحضور الكرام وهوايا ما قدروا يجون، تعرفون المكان الموضوع واحد يقدر يجي للتحرير. طبعا احب اشكر مصطفى على الكلام الحلو، يعني صراحه هو اختصر السادس واختصر هواي كلمات قاعد احكي، ويعني هو العام كان يحكي وياي كان يسال اسئله، انا عرفت من العام انه هو حيطلع لو العراق شلون؟ اسئلته كان يسال هذا السؤال كلش بقني ما ادري شلون اقرا. هذا السؤال ما في شيء اسمه شلون اخر، هو كان يسال اسئله كلش سبيسيفيك فكان جوابها يعني انطهياء في ما اسئله، مثل يوم سالته انت شنو درجاتك؟ كنت اعرف انه هو شنو درجاته. هذا مجتمع كان طالب سادس بس صار جميل، مجرد بعد حنقضي هاي 6 سنين ان شاء الله سوى بالكليه. هم يريد يفرقوننا على اساس المظاهره يوم يومين تنتهي، احنا ما تنتهي، احنا نريد حب الوطن، وطن واحد. هم يظلمون المظاهرين على اساس الاحزاب، هاي احزاب ما تمل الاحزاب، هم يعرفون الاحزاب، هم ضربونا نعرفهم، حق المعرفه نعرفهم، احنا ما نتراجع لو اخر نفس بينا ما نتراجع، نريد وطن واحد، حب واحد، نريد الحكومه كلش على الاقل ما نريدها، احنا ما نريدها من 2003 لحد الان 16 سنه الشعب كله شاب مر من وراهم، احزاب عصابه، احزاب ما تحب الشعب، احزاب تحب نفسها. والله احنا كمتظاهرين سلميين يعني صارنا من يوم 25 لحد اليوم،
متظاهرين سلميين وشوفوا الرد من الحكومه والاحزاب علينا، دخانيات وطلق حي، وانطينا طبعا كثير من الشهداء وما راح نرجع، انه يظنون انه يوم او يومين او شهر او شهرين راح نتراجع، لا مستحيل. اذا ما تتغير الحكومه وقانون الانتخابات وكل هذه الاحزاب، لان هاي من 2003 لحد الان ما شفنا كل شيء من عندهم، بس تخريب وعنف ودمار. فنطلب يعني احنا من الولايات المتحده الامم المتحده انه تتدخل، اذا تظل على الاحزاب يعني نهايه العراق على ايديهم، الاحزاب يعني ما تريد، لان ما تريد الاحزاب اكو دول هماتين دول مجاوره يعني جات تتدخل، شوف تدخلات خارجيه، دول جوار صديقه اي، بس مال انه تتدخل بشؤون الدوله وتظل اداره لهم، لا هذا الشيء غلط، كل من لها سياده وكل من لها اداره خاصه. الحرية المنصورية الحرية 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 عمر كاظم الحرية 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 عمر كاظم الحرية 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 عمر كاظم الحرية الحرية الحرية